هذا اللقاء اليوم هو اللقاء الافتتاحي لإطلاق واحد المشروع ديال مركز الحياة اللي كيهدف من خلاله هو التكوين ديال واحد المجموعة ديال الجمعيات وهيئات المجتمع المدني في واحد ربعة الأقاليم اللي هي إقليم ديال بن سليمان وإقليم ديال مدينة وطزم وكذلك إقليم ديال الخميسات وكذلك إقليم قلعة صراغنة اللي من خلاله غنكونوا واحد 25 شاب ديال العمل الجمعوي في هاد الأقاليم بربعة على واحد الآليات والتصورات ديال العمل البرلماني وكيفاش يمكن حقه واحد الالتقائية ما بينه وما بين المجهودات اللي كيقوم بها المجتمع المدني في إطار تعزيز الديمقراطية وتعزيز كذلك التنمية على المستوى المحلي وكيفاش ممكن الناس يستغلوا الإمكانيات اللي كيتيحها البرلمان واللي كيتيحها البرلمانيين في إطار تدعيم هذه المجهودات ديال المجتمع المدني. وبالتالي هذا المشروع اليوم اللي كيقوده مركز الحياة تنمية المجتمع المدني كيدخل في صلب العمل ديال المركز اللي هو كيهدف بالأساس للتنمية ديال القدرات ديال الجمعيات وهيئات المجتمع المدني فيما يتعلق بمواضيع ديال الديمقراطية وخاصة الديمقراطية التشاركية. كذلك هذا المشروع كيدخل في إطار مشروع كبير اللي كيقوده البرلمان المغربي اللي هو البرلمان المنفتح اللي من خلاله البرلمان تنفتح على هيئات المجتمع المدني وعلى مكونات ديال الشعب المغربي في مختلف المناطق ديال المغرب. الدورة التكوينية أو هذه الندوة اليوم تهم أول شيء تحديد أو تعريف الأدوار بين مختلف المكونات المرتبطة بخطة عمل الحكومة المنفتحة والبرنامج المنفتح، حين نتحدث عن هذه الخطة التي هي في جزئها الثاني يعني 2021-2023 نتحدث عن ثلاث مكونات هي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. أي نحن اليوم بحاجة إلى خلق قنوات تواصل أولا، تعريف وتحديد الأدوار، كذلك تعريف الرؤية وتحديد الأهداف، ثم تقوية قدرات خاصة المجتمع المدني اللي هو القناة بين المكونين الأولين أي المكون التشريعي والمكون التنفيذي الذي هو الحكومة، وبالتالي أن المجتمع المدني من أجل انخراط فعال في كل هذه الديناميكية والتسيرورة بحاجة إلى مجموعة من الآليات، مجموعة من الميكانيزمات، وكذلك بحاجة إلى تقوية قدرته.